ومرحبا، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو مختلف وكمان من المطبخ. اليوم قررت انه اخلي ريماس هي تشتغل البوزة المنزلية. ايش رأيك يا ريماس، مستعدة انت؟ ايه. يلا اذا كنت تبلشي اول شيء ايش بدك تحطي؟ يلا حليب وكريم شانتي. طبعا علبة كريم الشانتي انا بحط فنجان حليب يكون متلج. يلا تزرفين؟ اكيد تزرفين. يلا يلا على السريع. يعني شوف اليوم البوزة شلون بدها تطلع. وهذا تاني زرف ريماس عم تفضيه. يلا يا ريماس حط كاكاو؟ ايه رح نعملها بكاكاو. يلا هلا احطي تقريبا شي 3 معالق شي يعطي طعمة. يلا حطي. تمام بكفي. تمام هلا بلشي خلط. يلا مستعدة؟ بس أول شيء هيك حركيهم بالخلاط ما يتطير عليكي. أيوة. إيه لا نشوف. يلا. وهلا بس تسمك الكريمة رح نرجع لكم مشان صوت الخلاط. هون جهزت الكريمة. يلا يا ريماس بكفي. هلا شنا نعمل اول شيء؟ ننصب اول باول. تمام يلا رح نشيل هدول نكبهم وبعدين نفتح البسكويت. يلا عالسريع. هلا رح نفتح علبة علبة لنشوف اليوم البوزة يا ريماس شلون بدها تطلع. هتطلع بسكويت عم اهلك ليهر. يلا هلا فضي نص صفي بالصينية وبعدين فضي النص الثاني. يلا فرجينا شلون بدك تصفي بالصينية يا ريماس. يلا نسمي اليوم ريماس الشيفة او شيف ريماس. يلا عسري عسري عسري. وهون خلصت ريماس صفي البسكويت. يلا يا ريماس. يلا يلا ريماس. ايوه عم هلكم. ايوه قربي قربي التشط على الصينية. يلا لنشوف يا ريماس لنشوف تجربة ريماس. يلا عجبتك ريماس؟ كتبولنا تحت بالتعليقات انتو اي اكلة حلو بهالعمر عملتوها بالبيت عندكم. ريماس هي اول مرة بتعمل بالعادة. انا عطول انا بشتغل يعني بشتغل هيك شغلات لوحدي. يلا يا ريماس على السريع فضي هيك على الحراف مشان البسكويت يعني ما يعذبك بالمد. ايوه يلا يلا هلا نبلش. ايش يا ريماس نفرد الكريمه على البسكويت. وكتبوا لنا تحت بالتعليقات ايش بتحبوا ننزلكم فيديوهات، فيديوهات تحدي او فيديوهات وصفات هيك بسيطة نحن بنعملها في البيت وهي ريماس رح تعملها او اي شيء بتحبوه. يلا يا ريماس ريح نفسية. يلا لانه خفيف. ايه عم اهلك معلش يا جباري معنيتنا كا حطينا الحليب متلج بس البيت كتير نار كتير يعني شوب لهيك تحسيها ما سمكت او ما جمدت كتير على الخفيف. يلا ان شاء الله بالبراد بتجمد. طبعا شو قد ما نحطها يا ريماس حتى ناخذ طعم صح حتى ناخذ طعم البوزه التمام رح هلا بعد ما نخلصها نغلفها بغلاف كتير منيح وما نخلي هيك التلج يفوتها قلبها ولبكره ان شاء الله بتطلع غير شكل ومفاجئكم النتيجه. اكيد بس تطلع بتشهي لاني ريماس هي اللي عملتها. هلا احط الطبقه الثانيه. ايه وهلا رح نبلش بفرد الطبقة الثانية. يلا يا ريماس بتعملوا انتو هاي البوزة شي عندكم في البيت؟ كتبوا لنا بالتعليقات بما انه عنا الاغراض بنعملها في البيت. يلا يلا يا ريماس بعد ما ريماس بلشت بفرد البسكويت الطبقة الثانية. يلا ايه لك يا
واهم شيء واحد يخلي حواليه نظيف، يعني بيصير تحسوا انه الشغل اريح حتى لو طولته. منيح اخواتك انه في البيت ملتهيين. عم عليك يلا. هلا طبعا اذا زاد عنا بسكويت رح نعمل وصفه ثانيه ورح خلي هي ريماس تعملها. ايش رايك يا ريماس؟ هلا لا شو اذا زاد بسكويت وعنا مكونات تكفي كوزات رح نعمله. تمام هلا هيك هي البوزه صارت جاهزه. ايش بدنا نعمل هلا؟ رح نغلفها بغلاف كتير منيح ونحطها بالثلاجه لبكره. ونحطها بالثلاجه لبكره. وهون بعد ما غلفنا الصينيه كتير منيح، واهم شيء ما يتخلى بوز على قلبه، رح نخليها بالثلاجه لايمتى يا ريماس؟ لبكره. رح نخليها لبكره الصبح حتى تجمد وناخذ تعمل بوزه الطيب. تمام يلا يلا. وهون طبعا طلعنا على نشا حتى نعمل الوصفه الثانيه ما كان موجود، لهيك رح نلغي الوصفه الثانيه ان شاء الله لغير نهار نعمله ومنصوره. رح نرجع لكم بعد ما تكون البوزه جاهزه. مع السلامه. وهي رجعنا لكم بعد ما جمدت البوزه. يلا يا ريماس افتحي لنا شو شلون النتيجه. بقول النتيجه يلا يا ريماس افتحي يا مهلك. يا عيني على هالمنظر، شوفوا منظر بشهي. يلا يا ريماس اجباري لاني ما كانت مثل الثلاجة. هاي بوزة الشيف ريماس. وهاي صارت البوزة جاهزة. ذوقي يا ريماس اعطينا رأيك، ايش قد تقيميها انت بما انه شغلك؟ بالعادة انا بعملها بتكون شوي البوزة اسمك من هيك، هالمرة صارت قليلة صح؟ طيبة. ولهون بيكون خلص الفيديو معنا، وان شاء الله يعجبكم وكتبوا لنا بالتعليقات اذا بتحبوا هيك فيديوهات او اذا بتحبوا فيديوهات تحدي، بنحبكم كثير. ومع السلامه. اعطونا رايكم بشغل ريماس، وان شاء الله كل وصفه هي رح تبلش تعملها في البيت.